هنقيم النهارده ان شاء الله موجودين في احد المزارع في جمهوريه مصر العربيه في منطقه النوبريه، منطقه البستان، في منطقه غرب الدلتا، تعتبر غرب الدلتا في الظهير الصحراوي تبع محافظه تحت البحيره قريه الصديق يوسف. النهارده معانا محصول من المحاصيل اللي هي الكويسه اللي هو الخوخ، الصنف اللي موجود معانا اللي هو الايرلي سويلينج او بيسموه بالاسم الدارج، بيسموه بالاسم الدارج ايرلي سويلينج، بيسموه سكري. طبعا هنا المزرعه احنا عملنا معاهم الشغل في البدايه عمليه الخف، وفي الفتره الاولانيه خف الازهار وخف الثمار وكده والكلام ده. النموذج اللي قدامنا هنا 30 سم هم اربع ثمار موجودين، جودة الورقة عالية جدا، مفيش نقص عناصر ولا في اي حاجة فيها. لو جينا على ورقة كبيرة زي كده، النموات قبل تصلب النواة، احنا لسه هندخل بعد اسبوع على تصلب النواة. معنى تصلب النواة لاننا المرحلة ما قبل تصلب النواة اللي هي انقسام الخلايا وبعدين استطالة الخلايا، وما بعد تصلب النواة هيبدأ معايا ملء الخلايا اللي انا هاخد احجام كويسة. فانا لو ما عملتش معاملات الخف المظبوطة من الاول هخش في مشاكل. هنا ممكن اوصل من 120 لحد 200 جرام للثمرة على حسب مخزون الغذاء في النموات الجديدة اللي هو موجود. ببدأ احول الغذاء اللي موجود في النموات الجديدة دي عن طريق رشات البوتاسيوم مع البورون، فيبدأ تحويل في الفترة الاولانية قبل الجمع بشهر. برش رشة، الرشة دي بتحول لي الكربوهيدرات اللي موجود للثمرة، ورشة قبل الجمع ب 15 يوم بتحرر لي السكر ويبدأ اللون الطبيعي بتاع الثمرة اللي هو اللون الأحمر اللي هو بدأ معايا بقى تبدأ مظاهره. ده يدل على إن الثمرة هتلون كويس جدا معايا في ظهور اللون ده. طالما ماشي معايا بالطريقة دي أعرف إن اللون ده هيظبط معايا في الفترة الأخيرة. مع وجود العناصر عن طريق التربه، اضافات عن طريق الري بالتنقيط اللي هم الثمان عناصر، نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والمنجنيز، وبدي في الفتره دي رشه مولبدنم بورون علشان ابدا احرر. انتوا عارفين المولبدنم بورون دول بيعملوا انزيم النيتروجينيز اللي هو بيعمل على تثبيت النيتروجين الجوي عن طريق التربه ويحرر النيتروجين اللي موجود جوه النبات، فيبدا النموات تنطلق ويبدا يخزن كمية غذاء أكتر من الكلام ده. المهندس ناصر معانا النهاردة وشرفنا، لو في أي حاجة تانية عايز يضيفها يتفضل حضرتك. لا اتفضل اتفضل. ده اللي احنا قلنا عليه. طبعا دي حالة فسيولوجية اللي هي مرحلة ملء الخلايا، أنا خلاص خدت النمو اللي أنا عايزه والكلام ده، بس في نفس الوقت لا أمنع إضافة النطرات بل أقلل من كمياتها لأن أنا وصلت للنمو اللي أنا عايزه، فما ما زودش النمو عشان ما يأثرش على اللون النهائي، لأن النيتروجين بيأثر على اللون النهائي ويأثر على طراوة ايه وغضاضة الثمار والإصابة بالحشرات. في الفترة دي أخد بالي من الناحية المرضية ومن الناحية الحشرية. الناحية المرضية أخد بالي من الثقوب النارية عشان ارتفاع الرطوبة في الجو اللي هي بيسموها بتبقى فطرية زي ما قالوا أساتذة الأمراض، اللي هي الفطري أو البكتيري. الفطري بقاومه بالنحاس، البكتيري بقاومه بمضادات البكتيري. الحاجة التانية في موضوع الري، طبعا درجة الحرارة بدأت تزيد، ملء الثمر عايزة كميات مية، فأبدأ أزود معدلات الري بتاعتي على حسب طبيعة التربة اللي أنا شغال فيه. أخد بالي برضو من الإصابات الحشرية اللي هي من دلوقتي اللي هي ذبابة الخوخ، أخد بالي من الإصابات بتاعت العناكب، اخد بالي المن يعني بدأ خلاص بدأ ينتهي، لان الناس اللي حياتهم في الاول مزرعة نظيفة ما فيهاش اصابات من ولا ايه. نشكركم على اللي.